في واحد عمل تجربة لذيذة قوي، جاب مجموعة فئران وحط كل فار منهم في حوض إزاز وملى الحوض ده لغاية النص مية، وبدأ يشوف يا ترى الفار هيقاوم لغاية قد إيه الغرق والموت. بدأ يراقبهم واكتشف ان بعد 15 دقيقة بدأت الفئران تستسلم للغرق والموت. حاولت تنط بره اللوح، ولأن اللوح مليان لغاية النص بس مية مقدرش الفار يطلع فاستسلم للغرق. راح مطلع الفئران ونشفها بفوطة وحط لها اكل وسابها ترتاح ورماها مرة تانية جوه الحوض. تصدق ان الفئران قعدت تقاوم المرة دي الغرق والموت مش 15 دقيقة، 60 ساعة، وفي فار قعد 80 ساعة يقاوم الغرق والموت. وطلع الراجل ده بخلاصة التجربة ان لما كان جوه الفار امل ورجاء انه في ايد هتطلعه زي المرة الاولى، فضل يقاوم مش 15 دقيقة لكن 60 ساعة. شفت ازاي تأثير الامل والرجاء على حياتي وعلى حياتك ممكن يعمل فيك ايه؟ اكتر حاجة بيحبها ابليس انك تمتلي باليأس، ان ما تكونش عندك رجاء. لكن الكتاب المقدس بيقول لنا عن الله في رومية 15 انه اله الرجاء، اسمع، اله الرجاء ليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام في الايمان لتزدادوا في الرجاء بفرح الروح القدس. الرب يملأ قلبي وقلبك بالرجاء. اكتر من مرة جت في الكتاب المقدس كلمة يوجد رجاء، يوجد رجاء، ملتصقين ببعض كده، مش كلمة رجاء وحدها، لا، جت كلمة يوجد رجاء. هقولك بعض الحاجات يخلوني ويخلوك نتشجع. اول حاجة، يوجد رجاء لتصحيح الاخطاء، ودي في عزرة 10:2. يوجد رجاء أن يرجع الأبناء، ودي في أرمية 31:17. يوجد رجاء طالما نحن أحياء، في جامعة 9:4. يوجد رجاء لتنتهي أيام التجربة والشقاء، ودي في أيوب 11:18. آخر حاجة، يوجد رجاء لقرب اللقاء، تيتوس 2:13. هقولهم لك واحدة واحدة بسرعة. يوجد رجاء لتصحيح الأخطاء، عزرة 10:2. لما رجع الشعب من السبي كان عندهم ألم داخلهم بسبب التصرفات الخاطئة اللي عملوها، وأنهم اتخذوا نساء غريبة. فطلع واحد اسمه شكانيا بن يحيائيل وقال لعزرة كده: إن كنا قد أخطأنا إلى الرب واتخذنا نساء غريبة، لكن يوجد رجاء لإسرائيل في هذا، يوجد رجاء لإسرائيل في هذا أن نصحح الأخطاء. أيا كانت أخطائك تعال بيها عند صليب يسوع، قل له أنا غلط، أنا أخطأت وعوكت المستقيم، لكن أنت تقدر تصلح أخطائي. مهما كان اللي أنت بوظته، مهما كان اللي أنت أفسدته الوقت اللي فات، نعمة الله قادرة على إصلاح كل ما أفسدناه. يوجد رجاء لتصحيح الأخطاء. الحاجة التانية بسرعة، يوجد رجاء أن يرجع الأبناء. قال لها في أرمية 31:17: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد رجاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. لما دخل الشعب إلى السبي كانوا تعبانين قوي، ويا ترى هنرجع مرة تاني، يا ترى هيرجعوا عيالنا اللي راحوا في السبي. رب قال لهم على فم أرميا: يوجد رجاء أن يرجع الأبناء. ولكل حد مستني أسرته تتلم، لكل حد مستني شخص غالي عليه يرجع للمسيح، ولكل حد عنده حاجة حاسس إنها ضاعت، يا ترى هترجع تاني؟ أيوة هترجع مرة تاني. الرب يرد كل حاجة ضاعت من حياتك. يوجد رجاء، امنعي صوتك عن البكاء، لأنه يوجد رجاء. الحاجة الثالثة، يوجد رجاء لتنتهي أيام التجربة والشقاء. أيوب 11:18، واحد من أصدقائه قال: وتطمئن لأنه يوجد رجاء. قال المرنم: لست أذكر تجربة لم تنتهي، لا أذكر، لا أذكر. كل تجربك هتنتهي، كل ألامك هتنتهي، يكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت بها. هيجي يوم وربنا يطلعك من كل أزمة انت عايشها، مش هتفضل طول الوقت متألم. فإلهنا لا يزل من قلبه، إلهنا إله أمانة، عارف في التوقيت المناسب سينهي آلامك. ويقول الكتاب عن يوسف: أسرعوا به من السجن، لأنه قد جاءت اللحظة اللي فيها يطلق من سجنه. يوجد رجاء لتنتهي أيام التجربة والشقاء. أربعة، يوجد رجاء طالما نحن أحياء. قال الكلام ده في جامعة 9:4: لكل الأحياء يوجد رجاء. طالما أنت فيك نفس تقدر تكمل مرة تاني، طالما أنت حي ردد هذا في قلبك، أنه طالما أنا حي هقدر بنعمة الله، قادرون على امتلاكها، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
آخر حاجة في تيتوس 2:13 دي يمكن ما فيهاش كلمة رجاء، لكن الكتاب سماها الرجاء المبارك. اسمع، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. ده بقى الرجاء المبارك. الرجاء المبارك لقاء الرب في السماء، وده أعظم رجاء. كل الأيام على الأرض هتخلص، كل الأيام هتنتهي، لكن يكون رجاءك إنك هتلتقي بالمسيح وهتفرح معاه. حتى اللي لو أنت بتقول لما سمعت فكرة يرجع الأبناء، يا ترى اللي بيروح بيرجع؟ هنلتقي بأحبائنا في السماء يوما من الأيام. الرب يملأ قلبك بالرجاء في يوم جديد. لكل الأحياء يوجد رجاء، يوجد رجاء لأن إلهك إله الرجاء. تشدد يا بطل، امسك في الرب وكمل مسيرتك وانت متكل عليه مش على أي حاجة تاني. الرب معك.